نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. دقيقه حظ. صباح الفل عليكم الكل. صبحية مزينة بالأخبار الإيجابية وانطلاقة الخير على كل مواليد 21 جانفي مواليد برج دلو اللي 2021 يوعدكم بانطلاقة متميزة والحظ حليفك وين ما تكون يا دلو. ودي برج الدلو البرج الحلو جدعنا وأصيل وكل الجو. نبدأ مع الحمل مخ وتفكيره الكل ماشي للصعيد المالي والرؤية مازلت مش واضحة. مغيمة شوية أما من هنا لآخر الجمعة إن شاء الله باش توضح الرؤية خير باش يكونوا معنيين بعودة الفترات المشمسة وهذه باش ينعكس أساسا بارتفاع وتقدم ملحوظ فيما يتعلق بالمؤشرات. الحمد لله عشان نحبوا أكثر من هكا يا سي محرز. حتى الثوري يعيش أيامات الخير على المستوى الشخصي وزواج في المستقبل القريب. الجوزين تلقاء جديدة واتصالات ناجحة. محليها قوة الشخصية اللي فيك ومحليها طريقة إقناعه زيدة ومحليها نظرته للدنيا هو. والسرطان نهار نهارك بعيد عليك التشنجات والصراعات والظروف الضغطة. الأسد شوية وقت وتكون نتيجة كيف ما حبيتها بالضبط. والعذراء المسؤولية تزيد نهار بعد نهار والشي هذا يؤدي لتعزيز موقعك. والميزان عنده اتصالات مهنية وسفرة راهي في الأفق. والعقرب استثمارات مهنية ترى النور في المستقبل القريب واتصال من إنسان عزيز عليك. والقوس طاقة وحظ تنجز زيدة كل أعمالك العالقة بداية جديدة على الصعيد المهني وفما فلوس راهي في الطريق. والجدي عنده زيدة فرصة كبيرة لتحسين الوظايا المهنية خدمة جديدة في الوفق. نتعديو لدالو فرصة ارتباط وصدفة مزيانة زيدة تلعب دور كبير على الصعيد الشخصي. أنا شفتك صدفة ولهتك صرتي بدمي إدمار. ونختمو مع الحوت. أنت مطالب بحلول عاجلة على الصعيد العائلي.